وأنتلوا إليهم تقدير العالم كله لمصر ولتاريخ مصر ولحضارة مصر ولمكانة مصر. اليوم وقعنا معاهدة السلام. اليوم أيضا وقعنا خطاب الربط الذي ينص على حل القضية الفلسطينية وهي جوهر النزاع ولبه. اليوم تحية مني لكل من على أرض مصر وكل ما على أرض مصر. اليوم نتجه جميعا بقلوبنا إلى قواتنا المسلحة التي جعلت هذا اليوم ممكنا وجعلت السلام ممكنا بعد أدائها الرائع في أكتوبر 73. اليوم أتوجه لكل أم، لكل زوجة، لكل أخت لشهيد من شهدائنا. أتوجه لهم وأقول إن تضحيات أبطالنا وشهدائنا لم تذهب عبثا. اليوم نحقق السلام لنبدأ الانطلاق إلى أوسع الآفاق بإرادة حرة باحترام كامل من العالم كله. اليوم قد لا أستطيع أن أحكي عما يعتمل في نفسي، ولكن أنا واثق أنكم عشتم معي هذه اللحظات الخالدة وسنعيش معا بإذن الله في القريب مرحلة إعادة البناء بحر إرادتنا وبعد تحرير أرضنا وبعد أن احتلت مصر مكانها في هذا العالم. لكم مني إلى أن ألقاكم كل الحب وكل التحية وكل السلام.